من اعتقد أن الله تبارك وتعالى يسكن في مكان، يتحيز في مكان، يسكن السماء، لا يكون من المسلمين، لا يكون من الموحدين، وعليه أن يعتقد العقيدة الحقة أن الله موجود بلا مكان، ويتشهد فورا للدخول في دين الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا الكتاب الذي بيدي هو كتاب التفسير الكبير للإمام الكبير الرازي رحمه الله، المتوفى سنة 604، المجلد 15، الجزء 30، طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سنة 1425 للهجرة. في الصحيفة 109 يقول: احتج القائلون بأن الله في مكان إما في العرش أو فوقه بهذه الآية من وجهين. الأول أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج، وهو إنما يكون كذلك لو كان في جهة فوق. والثاني قوله تعرج الملائكة والروح إليه، فبين أن عروج الملائكة وصعودهم إليه وذلك يقتضي كونه تعالى في جهة فوق. والجواب: لما دلت الدلائل على امتناع كونه في المكان والجهة ثبت أنه لا بد من التأويل. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا البرهان والبيان.